الدكتور يونس بركات. ايه مشكله حضرتك يا عم حرص؟ مشكله حضرتي الدهون عندي زادت وعندي ما تحت الجلد 25 كيلو ميه. وزنك قد ايه دلوقتي؟ 220 كيلو. كان الاول وزنك كان قبل ما تتعب كان وزنك قد ايه؟ ما كانش كان 85 90 في الحدود دي. سواء الزياده الغده كانت واقفه. وما زال واقفه. ايوه. وهي اللي نافعه الجسم. انا مش اصل التخن مش بياكل، كلنا بناكل. اروح لفلان ده اقول له اديني بس 100 ده 250 عشان اصرف على البيت. مش عارف ايه اجيب علاجي. الناس بتسال الواحد لما بروح بكرر لك ولغيرك مرتين ثلاثه. بس هجيب منين هذه؟ طيب عندك اولاد ايه يا عم حرص؟ عندي مها ما فيش غيرها وداخله مدرسه. وبتاخد دروس. بتاخد خمس دروس، درس ب 60 جنيه ولا 70 جنيه. انا هجيب منين؟ بتنامي ازاي يا عم حروس والمضايقات اللي بتتعرض لها؟ انا لو نمت على ظهري بحس ان في حد قاعد بيطلب في درجات. مش عارف تاخد نفس. مش عارف اخد نفس. لازم انام زي كل ما انام على بطني بس وتحت مني 4 مرات. عشان النفس. طب بالنسبه للعربيات بيضايقوك ازاي في العربيه مثلا؟ العربيه بيوقفوني ما بيرضوش يركبوني. بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لي انت فين؟ ما هو غير الساعه 6 واقف والكلام ده. وحتى بتوع التكاتك بيتضرروا. محدش بيرضى يوقف. والله انا بروح اكل راح اريد مثلا اجيب اكلي وانا البيت دهية ولا مودات درس اركب عربيه كار جره. انما على بطني الثانيه ما بترضاش. ما بترضاش. طب طلباتك يا عم محروس؟ طلبات اللي انا اتعالج وطلبات حد يعمل لي حاجه ناكل منها عيش انا والبي. خواتي حواليا اهو وفوق منه وفي ريحه اهو. محدش بيبص فيني. محدش بيساعد حد يعني. محدش بيساعد ولا حتى بيكسروا ايد من البيت الصغيره دي. بيصوروا معاهم. مفيش حد بيغسل ايد من البيت الصغيره دي. طيب مها مين بياكل مها؟ انا اللي باكلها وانا اللي بشربها. وانا اللي بصبلها وانا اللي بغسلها. والله هو اللي كان الواحد بيساعدني صح. والله يديله الصحه ويفك كربه من اللي هو فيه الاستاذ عماد السعيد الجلدي. الراجل ده ما كانش بيعمل لي انا بس. بيعمل الناس كلها يعني؟ لناس تبع مركز شبر خيل بحر محافظه البحيره. ماشي. هو فكره الناس بتجيله من الصعيد كمان يعني على فكره. هو اللي كان بص كل شهر يبعت لي المبلغ بتاعي المحدد اصرف فمشي اصرف بيه على بنتي. كده كده اللي انا كنت عاوزه. بس من يوم ما حصل له اللي حصل له ده ما حدش عبر نفسه.